صباح النور إليك، وبدي بلش بتحية أستاذي الدكتور كرم بالجامعة. بس بدي أقول له اشتقنا له. شكرا. أنا كمان. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، لماذا سارعت المستقبل إلى إعلان المقاطعة ويعني رفع السقف بهذا الشكل بالخلاف السياسي مع الرئيس عون؟ أولا الرئيس ميشيل عون من خلال تصرفاته على مدى على الأقل السنة الماضية وربما قبل أثبت أنه الصفة الرئيسية للحكم أو يكون حكم بالبلد حسب الدستور فقد، وهو رئيس حزب عمليا موجود بسدة الرئاسة، وأيضا كل انطباعنا عن تصرفاته أنه هو يمثل حزب معين أو جزء من اللبنانيين في سدة الرئاسة، ولكن هذا بالنهاية مش أول مرة بتصير هالشغلة بلبنان. بالإضافة إلى أن الأوضاع غير سوية بين الرئيس سعد الحريري بين تيار المستقبل مع رئيس الجمهورية، هذا الجزء. بالجزء الثاني هو بصراحة هيك موضوع بدل ما ينطرح ببيت الشعب خليه ينطرح ببيت الشعب الحقيقي وبمجلس النواب. ولكن البعض يرى أنه وضع توقف المستقبل عند هذه النقطة بالتحديد لا يفيد، بين وكأنه بالنسبة لتيار المستقبل تتقدم موضوع الحسابات السياسية والمناكفات مع رئيس الجمهورية وفريقه على مصلحة البلد وعلى موضوع الإنقاذ الذي هو اليوم الأولوية له في هذا في كل ما يجري. الإنقاذ لا يتوقف على مشاركة تيار المستقبل أو عدم مشاركته، الإنقاذ يستند إلى نجاح ما تقوم به الحكومة أو عدم نجاح. أما الوضع السياسي نحن بنعرف البلد كلها تسمى قائمة بهالشكل هذا، المناكفات وغير المناكفات. أما الفولكلور المرتبط بأن نجمع الناس عند أبو الأم هذا حقيقة فولكلور، هذا ما له أي داعي. لكن سبق أن حصل لقاءات مماثلة وشاركتم فيها رغم أنه بيانكم نفى أنه واعتبرته أنه ذاكرة الرئيس، بأنما شاركته سابقا. واضح أنه اليوم المسألة ليست مسألة مبدأ عدم المشاركة بهكذا لقاءات بتشوفوها غير دستورية، وإنما هو مثل ما قلنا المناكفة السياسية اليوم الحاصلة مع الرئيس عون. نعم، هناك مناكفة سياسية مع الرئيس عون تسبب فيها الرئيس عون ذاته باختياره أن يكون رئيس طرف سياسي في البلد بدل ما يكون حقيقة الحكم حسب ما طرح الدستور. وعمليا وهذا حقنا، ما حدا يجي لنا انه ليش ولا ما ليش. نحن ما عم نوقف حجر عثره بوش نجاح الانقاذ بين هلالين. الانقاذ بيكون بالسياسات الصحيحه، السياسات الصحيحه خليها تتناقش بمجلس النواب وبنشوف النتائج. نعم، ما عم بتكونوا حجر عثره دكتور، وانما اليوم اوساط بعبده بالجمهوريه بتقول انه عم بتعزلوا يلي بيغيب وبيقاطع يعزل نفسه عن ورشه الانقاذ في لحظه مفصليه ويوحي بانه متضرر من الاصلاح. يا سيدتي، في حكومه فئويه بالبلد، اوكي، وهذه الحكومه عليها هي تقوم بهالشغله هيدي. اذا تيار المستقبل برات الحكم هو بالمعارضة، وبالمعارضة عمليا المفروض انه يدور على كيف يصوب على الحكومة مش كيف يمد ايده ليساعد الحكومة، خلي الحكومة تساعد حالها. نعم، ولكن اليوم هذا النقاش طبعا قد يطول، وانما ولو بشكل مختصر سادخل الى هذا الموضوع انه الحكومه بدها تساعد حالها، وانما الحكومه لا تملك عصا سحريه اليوم دكتور علوش. هيدي نغمه ال 30 سنه انتم بتنتقدوا الرئيس دياب عليها هي بالنهايه واقعيه ومنطقيه، لا يمكن ان يطلب اليوم من حكومه باشهر قليله ان تحقق ما عجزتم انتم كفريق سياسي مع حلفائكم على انجازه طوال 30 سنه. يا ستنا، من شارك في الحكم على مدى 30 سنة هو اللي بالحكم هلأ. ما نحن اخترعنا هلأ قيادات سياسية من المريخ وجبناها على بعضها، هي ذاتها جزء منه شاركوا جزئيا بوقت فترة من الزمن، والجزء الآخر موجود من قبل التاريخ ومن قبل ما يكون في رفيق الحريري بالبلد. منشان ما نكون منشان نروح على 30 سنة أو غير 30 سنة، هذا شو بيمنع بهالموضوع؟ هذا في معارضة وفي حكم بالبلد. المعارضة واجباتها أنها تروح تصوب على الأخطاء وتحضر حالها لتستلم الحكم اذا بدنا نحكي عن حكم ديمقراطي، اما السلطه فما بتروح عند المعارضه، المعارضه ما بدها تساعدها.
ايه بس المعارضة اذا بدنا نحكي بنظام ديمقراطي يفترض ان تكون كمان بناءة ويكون عندها مشروع بديل، وهذا يعني عجزتم عن اثباته حتى الساعة على الاقل. ماشي الحال، نحن عجزنا عن اثباته ونحن هلا برات الحكم، اذا كنا ما عندنا مشروع بديل، المشروع تبع الحكومة موجود. نحن معارضة، معارضة يعني بنناقش المواضيع بمجلس النواب بالقطع. اما يعني مساله الابوه وان يعني ناخذها هيك بالطريقه اللبنانيه انه انا ابو الامه، ما بقى في منها هيدي، بنروح على مجلس النواب تناقش البنود، وايضا بالنتيجه اذا نجحت الحكومه بتخرسنا، نبدا على لساننا وبنروح نقعد محل ثاني. نعم، طيب برايكم ما مصير الخطه التي ستناقش يوم الاربعاء والتي ايضا سيذهب بها لبنان الى صندوق النقد الدولي؟ ما عندي فكرة بصراحة، ما بقدر أقول كيف رح تكون مصير الخطة. في بعض البنود بكل موضوعية بقول لك إنها جيدة مفيدة، البنود الأخرى هي حقيقة طرحت مرارا وتكرارا بخطط سابقة، والمشكلة إنه من يريد أن ينفذها هو ذاته اللي كان تسبب أو على الأقل فشل بإدارتها على مدى سنوات. هناك نقاط من تم البحث فيها نهائيا وهي الوضع السياسي ومسألة المعابر ومسألة الكهرباء، كلها هذه الأمور بعد ما بنلف وندور عليها، ولكن بالنهاية في مشروع. هذا المشروع إذا اقتنع فيه صندوق النقد الدولي فربما يصير في مساعدة، إذا اقتنع فيه لحد هلأ بعد لا يبدو في قناعة لا عند أي دولة صرحت بهالخصوص، إن كان فرنسا كان الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالنهاية أنا لبناني مثلي مثل غيري، ونحن لبنانيين بحاجة لخطة للإنقاذ، بحاجة لمجال للإنقاذ. الثقب الأسود اللي بعده موجود بالخطة هو الفريش ماني، منين بده يجي المال الجديد لإنعاش الاقتصاد؟ من صندوق النقد؟ ما هي لا معلك، إذا صندوق النقد بدهم يعرضوا الخطة على صندوق النقد وبيناقشوها مع صندوق النقد، وصندوق النقد الشروط تبعه من هينة. صرنا سنوات عاملين مقاومة لهيمنة صندوق النقد الدولي، والآن من رفع شعار المقاومة يذهب ويترجى صندوق النقد الدولي لحتى يساعده. هل أنتم دكتور علوش مع استقالة هذه الحكومة تفضلون أن تستقيل، تفضلون الفراغ على بقاء حكومة حسان الدياب؟ أبدا بالعكس، خلي هالحكومة أنها تأخذ مسؤوليتها تقوم بما يمكن أن تقوم به، لأنه عمليا البديل هو الفراغ. نعم الفراغ، لا يوجد حكومة جاهزة لحتى تستلم إدارة الكارثة القائمة، لا يوجد، لكن على هذه الحكومة أن تأخذ الخطوات المناسبة. أنا بالنسبة لي عم بكتب بشكل يومي أو كل يومين ثلاثة عم أكد على أنه الخيار السياسي المفيد للبلد لم تأخذه الحكومة، ولكن بالنهاية العبرة بالتنفيذ، العبرة بالنتائج. يعني وكأنك عم تقول تستحق أن تعطى فرصة هذه الحكومة، يعني خليها تنجز، لحتى تنجز يعني كيف بدها تنجز وهي تتلقى السهام بشكل يومي من العيار الثقيل؟ من بأي بلد بالعالم، بأي بلد بالعالم المعارضة بتسلم للحكم؟ ما في بلد بالعالم هالشيء موجود، يعني بالعكس هذا شيء صحي أن يكون هناك معارضة تصوب على الأخطاء. إيه بس وضع لبنان استثنائي دكتور، يعني اليوم أنتم عم تسموا حالكم معارضة اليوم، بس كمان يعني بين ليلة وضحاها انتقلتوا من موالاة على مدى سنين فجأة يعني صرتوا معارضة بوقت إنه يعني هذا الأمر غير مفهوم بالنسبة للكثير من اللبنانيين وغير مقنع حتى. اللي بده يقتنع بيقتنع، اللي ما بده يقتنع، لكن الواقع بيقول انه نحن بالمعارضه، في حكم وفي معارضه وفي خلاف ايضا، مش بس انه والله قصه انه انا مش لاني بالحكم، لا، في خلاف على اداره البلد، في خلاف على طريقه الاداره، كلها هيدي موجوده. بالنهايه ما حدا يحمل المعارضه فشل الحكم وفشل العهد وفشل غيره، المعارضه واجباتها انها تعارض، واجباتها انها تصوب على الاخطاء، والاخطاء هي قد تكون بعض الاحيان لحمايه الحكومه من الشطط، لحمايه الحكومه من انه انتبهي في مشكله هون بهالحاله هيدي، ساعتها ممكن انها تصلحها. ما حدا يروح على الكلام
الهيدا العاطفي والشعبوي، نعم. انه ولو اتفقوا حبوا بعضكم يا لبنانيين، هذا الكلام اصبح ورانا من زمان. ختاما دكتور علوش، هل نسق تيار المستقبل بهذا الموقف من لقاء يوم الاربعاء في بعبدا مع اي جهات خارجيه او حتى داخليه؟ ما بعرف اذا نسق مع داخليه او خارجيه او اخذ القرار كتلة النواب بدون تنسيق. الشيء المؤكد هو أنه اتخذ القرار، وبالنهاية اللي بيقبل فيه يقبل فيه، واللي ما بيقبل فيه بترجع لقلب. شكرا للدكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل والنائب السابق. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.